حول هذا التطور الكبير معنا من رام الله مراسل سكاي نيوز فراس لطفي. فراس، كيف تتم عملية يعني الإجراءات لاحتواء هذا العدد الكبير، ولماذا ازدياد الأعداد أساسا؟ نعم، أبدأ بالشق الثاني ماجد. حقيقة من السؤال، كما ذكروا لنا مسؤولين في وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة الصحة، اللامبالاة وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية ونداءات التباعد الاجتماعي، عقد الأفراح والمناسبات ويعني سرادق العزاء هي ما نشر هذا الفيروس بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية. الآن الحكومة الفلسطينية وزارة الصحة قامت بتقسيم المناطق الفلسطينية إلى ثلاث أقسام حسب مبدأ الإشارة الضوئية، أحمر أصفر وأخضر، وهناك العديد من المناطق الحمراء التي يجري التعامل معها، ولربما ستتجه الحكومة الفلسطينية إلى إغلاق هذه المناطق بشكل كامل. الوضع حرج، هكذا قال لنا دكتور الطب الوقائي في الوزارة الصحة الفلسطينية. الوضع حرج جدا، عدم التزام المواطنين، اللامبالاة التي انتشرت بعد الموجة الثانية من وباء كورونا هي ما وصل في الوضع إلى هذه الأعداد المهولة، أكثر من 220 وفاة، أكثر من 30 ألف إصابة بالنسبة لعدد السكان، فنحن نتحدث عن يعني مراحل متقدمة جدا بالنسبة لدول أخرى. وبالتالي الآن وزارة الصحة تطلق نداءات، الحكومة تتوعد المواطنين بتغليظ المخالفات للمخالفين، وأيضا تقول بأن الإغلاق هو وسيلة وليس هدف، وقد نلجأ إليها في أي وقت حتى نهاية الأسبوع تدرس الوضع وتدرس خارطة الوباء في الأراضي الفلسطينية، وقد يعني تلجأ إلى هذا الإجراء، إجراء إغلاق المدن الحمراء. نعم، إذا كان معي من رام الله مراسل سكاي نيوز فراس لطفي.